أثناء دراستها الجامعية، بدأت الصحفية الشابة حنين قواريق مشوارها في الأعلام. تلقت العديد من الدورات والتدريبات في الإذاعات المحلية والمؤسسات، تعلمت فيها كيفية كتابة وإعداد القصص الإخبارية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشرها، ما زاد من خبرتها الإعلامية. حالياً عم بشتغل كثير بإني أطور من مهاراتي وقدراتي وأخذ تدريبات في مختلف المجالات الصحفية لحتى يعني أزيد خبرتي وأكون صحفية متمكنة في مختلف المجالات، خصوصاً في واقعنا الفلسطيني. يعني بده يكون عنا إلمام وثقافة في مختلف الأصعدة والمجالات. تخرجت حنين من كلية الإعلام بتقدير امتياز، وكانت تتوق إلى اللحظة التي ستدخل فيها ميدان العمل. ولأنها تسعى باستمرار إلى تطوير قدراتها، انضمت حنين إلى مجموعة من الدورات والمشاريع، من أهمها مشروع مواطنات الذي أطلقته جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية، وحصلت على تدريب متخصص في فنون الصحافة المختلفة، وأعدت من خلال المشروع قصصاً صحفية تحاكي معاناة النساء، وباتت موظفة رسمية في شبكة وطن الإعلامية. تلقيت تدريب مواطنات يلي استمر عدة أيام، طورت في مهاراتي في صحافة الهاتف المحمول، التصوير عبر الهاتف، المونتاج عبر الهاتف وعبر تقنيات الهاتف، وأيضاً تطرقنا للذكاء الاصطناعي وقيمنا تقارير عدة وتحقيقات استقصائية كانت منشورة لحتى نعرف الشكل الصحيح والمضبوط لحتى تطلع فيها المادة الصحفية. وفي نهاية التدريب أنتجنا قصص لنساء قادرات وقياديات في المجتمع. الإصرار والمثابرة والتدريب تفتح آفاقاً جديدة للصحفيات، وهو ما عملت عليه حنين، وهو الأمر الذي ساهم في تشكيل مستقبل إعلامي واعد لها.